السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن احوالكم ان شاء الله يا ربي، وعواشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله. بالنسبه للفيديو اليوم اختاريت لكم موديلات راقيه وكتجي هماويه في اللبسه ديالها، من الجلابه المغربيه للعرايسات او العمره، ولا لاي سيده كتعشق الالوان الهادئه. جليلبات باخر ما كاين في الخياطه، من زوق ديال المعلم والتنبات والبرشمان والراندا كذلك والطرز بكل انواعه. اختاريت لكم جليلبات دو بياس وكذلك جليلبات من قطعه واحده بتشكيله كتناسب جميع الاذواق، فكنتمنى الموديلات ينالوا اعجابكم وتستافدوا منهم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي كيشوف قناتي لاول مره مرحبا به معايا في القناه، وشكرا على الدعم ديالكم المستمر وفرجه ممتعه.